قال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية إن 179 جثة على الأقل دفنت اليوم في قبر جماعي بموقع المؤسسة الاستشفائية، موضحا أن بينهم 7 أطفال توافدوا وتوفوا جراء انقطاع الكهرباء. ومن جانبها قالت وزارة الصحة في غزة إن خطر الإغلاق يهدد جميع مستشفيات قطاع غزة خلال ساعات، وفي ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية لليوم 39 على التوالي. للمزيد من المتابعة والتحليل ونقل الصورة كما هي من داخل قطاع غزة وتحديدا من قطاع الصحة، دكتور صالح الهمص مدير تمريض مستشفى غزة الأوروبي يتحدث معنا من هناك مباشرة. دكتور صالح أهلا بك أولا. حياك الله، أهلا وسهلا بك ومشاهدينا الكرام. دكتور صالح، لو نتحدث عن ما يدور على الأرض وما تتعرض له مستشفيات قطاع غزة من يعني تهجير قسري وقطع الكهرباء ومحاولة لقتل الأبرياء داخل المستشفيات، هل لك أن تنقل الصورة لدينا في هذا الوقت الهام؟ الصورة سنقلها على جزئين، ما يتعلق بمستشفيات شمال قطاع غزة وما يتعلق بمستشفيات جنوب قطاع غزة. مستشفيات شمال قطاع غزة التي يعني تعرضت لصورة أشد من العدوان، تم اليوم دفن الشهداء الذين كانوا موجودين امام بوابه الشهداء امام بوابه مستشفى الشفاء منذ عده ايام، واصبح مستشفى الشفاء مقبره جماعيه للشهداء الذين التقوا خلال عده ايام. هذا بالاضافه الى استشهاد العديد من المرضى داخل اقسام العنايه المركزه والعديد من الاطفال او الخدج في قسم الحضانه. ولا زالت مستشفى الشفاء تتعرض لحاله الحصار الشديد، اما مستشفيات جنوب قطاع غزه فالحال فيها ليس افضل، قد لا تكون قصف مباشر ولكن هناك قصف في محيط المستشفيات، عدد اسره المستشفيات اضعاف الطاقه الاستيعابيه، عدد اسره العنايه المركزه اضعاف الطاقه، هناك مشكله في امدادات الوقود، والمشكله الكبرى التي واجهتنا في مستشفى غزه الاوروبي امس انقطاع امدادات المياه نظرا للجوء الالاف من المهاجرين او من محيط المستشفى الى المستشفى، مما ادى الى شح في موارد المياه ادى الى انقطاعها عده ساعات على المستشفى امس. دكتور صالح، 179 من الشهداء ارتقت ارواحهم ودفنوا في قبر جماعي صباح اليوم بموقع المؤسسة الاستشفائية، بالطبع بينهم أطفال ونساء. هذه الصورة، هل الغرب وهل من يتعاملون بازدواجية في المعايير أصبحت واضحة لديهم، أم أن هناك ما زال يعني التضليل المتعمد والتغطية على ما يقوم به الاحتلال الغاشم من جرائم ضد الإنسانية؟ يبدو أن دولة الاحتلال هذه تمارس ما يحلو لها بالطريقة التي لا تحلو لها دون حسيب أو رقيب. ما يحدث في مستشفيات قطاع غزة لم يحدث على مدار التاريخ. أن يتم حصار صحية وأصبح المحللين في هذه المؤسسة أن تنتهي فيها فقط.
الامدادات، نقص الامدادات هو ما يحدث في قطاع غزه من هجمه على المستشفيات الصحيه، هي عباره عن نقل بصوره مباشره لعمليه قتل للمئات والالاف في هذه المستشفيات. ومن المصطلحات التي تتحدث عن الضمير العالمي والمؤسسات حقوق الانسان وغيرها، يبدو ان هذه المصطلحات تخص المواطن الغربي ولا تخص المواطن العربي. نعم. طيب دكتور صالح، يعني ما الممكن ان يتم تفعيله الان بخلاف مستشفيات ميدانية في قطاع غزة وفي على الحدود مع مصر في رفح؟ ما الذي يمكن ان تقدمه الدول الشقيقة في العالم العربي؟ بداية هناك أزمة شديدة جدا 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 في امدادات الوقود. اذا لم تدخل امدادات الوقود خلال هذا الاسبوع او لنهاية هذا الاسبوع قد تتوقف كل المستشفيات، فبالتالي نحتاج الى امدادات وقود، نحتاج الى مستشفيات ميدانية. عدد الأسرة الموجودة في المستشفيات تضاعفت، لا يوجد مكان لمريض في المستشفى. الطواقم قبل قليل كانت عندي وأبلغوني أن هناك العديد من الإصابات تتلقى العلاج في الطوارئ، وهي الأصل أن تكون دخول لأقسام المستشفى، ولكن هم موجودين في قسم الطوارئ نظرا لعدم وجود أسرة. آلية التحويل وزيادة حالات التحويل للعلاج وخاصة في جمهورية مصر سيخفف هذا الوضع المأساوي الذي نعيشه في القطاع الصحي في قطاع غزة. لكن الدولة المصرية الآن بالقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل العمل ليل نهار دكتور صالح على تذليل كافة العقبات واستقبال حالات الإصابة والجرحى والمصابين على الحدود المصرية وأيضا في المستشفى الميداني على الحدود. التوقف دائما ما يكون من الجانب الإسرائيلي. بالتأكيد هو أول، يعني إذا أردنا أن نشكر فلا بد أن نشكر القيادة في مصر والشعب المصري، ونطلبهم بمزيد من الجهد ومزيد من الجهد ومزيد من الجهد لإنقاذ إخوانهم في قطاع غزة، لأن الهجمة شديدة، الأزمات مستمرة، المعاناة تزيد يوميا. يعني لك أن تتخيل أن شربة الماء أصبحت أمنية لكثير من الناس نظرا لانقطاع الإمدادات المياه. رغيف الخبز قد يمر يوم أو يومين لا يتم في تناول أي قطعة من الخبز نظرا للي هو حالة العدوان المستمرة. فما نجوه من مصر كثير، لأنه كما تعلم أن قلوب أهل غزة دائما معلقة بمصر وأهل مصر. نعم دكتور صالح، الدولة المصرية بقيادة الرئيس لن تتخلى عن هذه القضية، والقضية الفلسطينية في الضمير وفي الوجدان المصري منذ بدايتها، منذ النكبة في عام 1948 وحتى الآن. والدولة المصرية هي الأكثر تقدما والتي قدمت العديد من الشهداء لهذه القضية. شكرا على كل أحوال دكتور صالح الهمس مدير تمريض مستشفى غزة الأوروبية، شكرا جزيلا لك.